بسم الله الرحمن الرحيم، نعيد التحية بكم طلابي وطالباتي الأعزاء والعزات. نتكلم الآن عن الوحدة الخامسة. الوحدة الخامسة حتكلم عن الإجراءات العامة للوقاية من الأمراض والنهوض بالصحة. تكلمنا عن الإجراءات العامة للوقاية، إذا نتكلم عن الوقاية. الوقاية كعلم ما يسموه البريفنشن أو بريفنتيف سيرفيسز، الخدمات الوقائية. كل المستويات الطبية تطورت، الطب تطور في عملية التشخيص، في عملية العلاج، عملية الدواء، في استخدام الأجهزة. أيضا الطب تطور في إجراءات الوقاية. تم تقسيم الوقاية إلى ثلاث أنواع. بداية نأكد على أن هذه الصفحة تعتبر من الصفحات المهمة جدا في وعليها أسئلة كثير في موضوع الصحة العامة. إذا تتكون الوقاية من ثلاث أنواع: وقاية أولية، وقاية ثانوية، وقاية ثالثية، أو بسموها tertiary prevention أو وقاية تأهيلية. إذا ما هي الوقاية الأولية؟ هي عبارة عن كل الإجراءات اللي بتتم اتخاذها لمنع حدوث الحدث أو الإصابة أو المرض. يعني كل الإجراءات اللي بتتم اتخاذها لمنع حدوث أي إجراء بمنع أنا عشان أقيم المرض هو يعتبر وقاية أولية. أي إجراء بنعمله عشان نمنع حدوث المرض أو الإصابة. يعني عملية التثقيف الصحي جزء من الوقاية الأولية أكيد. النظافة الشخصية وحتى الناس عليها أيضا جزء من الوقاية الأولية. الإنسان لما ينظف نفسه شخصيا كويس، إذا أنا بيقي نفسه من الأمراض. عندما يتغذى جيدا بتزيد مناعته، بيقي نفسه من الأمراض. الموضوع يعني يعتبر التطعيمات تعتبر من يعني أهم الأمثلة المهمة على الوقاية الأولية. ضروري نحفظ كل نوعية الوقاية والأمثلة عليها، لأن الطعمات تعتبر من أمثلة الوقاية الأولية. الوقاية الثانوية، قلنا الوقاية الأولية إيش؟ قبل حدوث المرض. الوقاية الثانوية لا، هي الوقاية الثانوية تشمل كافة الإجراءات الكفيلة باكتشاف المرض. أي إجراء بعملها عن طريقه بكتشف المرض هو عبارة عن وقاية يعني ثانوية. وتعرفوا انتوا الكشف الصحي للدول الطلاب، يعني في عندنا الصحه المدرسيه بتلف على المدارس بتشوف مين عنده ضعف نظر، مين عنده احيانا بياخذوا من عينات، من عنده فقر دم، مين عنده مشاكل. اذا هذه كشف صحي ودوري، انا بكتشف المرض، يعني مش بتجنب المرض، انا بشوف مين هو المريض من غير المريض. اذا الكشف الصحي الدوري يعتبر من الامثله على الوقاية الثانوية. وأيضا المثال الواضح جدا اللي هو أنا بأطلب من كل النساء اللي تعدين 35 سنة أو 40 سنة أن يعمل يعني كشف لسرطان الثدي. يجب أن يكون الكشف في الثانوي، هنشوف الموضوعات بالتفصيل. إذا أيضا ليش أنا بكتشف؟ لا سمح الله، بشوف وبكتشف إذا كان في مرض أو فيش مرض. هي تعتبر وقاية ثانوية. مهم جدا الوقاية الثانوية بأنه الكشف الصحي السيدات، وأنا هنا مهم جدا لأن أنا بكتشف المرض مبكر قبل أن ينتشر. لا سمح الله لو واحدة عندها في بداية السرطان في بدايته في ثديها، ممكن أتعامل مع الثدي هذا ويكون في نسبة نجاح علاج كبيرة جدا، أكبر بكثير من لو كان هذا يعني اكتشاف المرض كان متأخر. بيقول أحيانا أنه التدخل الصحي زي إعطاء أي طفل محلول معالج جفاف أيضا يعتبر يعني وقاية ثانوية. ليش؟ لأن أنا في النهاية أنا عارف أنه عنده تقريبا عنده، أنا هنا لأني باقيه من الجفاف مش بعالجه. إعطاء محلول معالج جفاف هذا لا يقي المريض من المرض، وبيكون عنده مرض ثاني بيكون عنده كلية، لكن أنا هنا أنا خايف عليه خوفا بقاية من الجفاف، عشان هيك أنا بعطيه هذا المحلول، محلول معالج الجفاف يعتبر من الوقاية الثانوية. الوقاية التأهيلية، لقيت أنا لا استطعت أن أمنع هذا المرض
ولا استطعت ان اكتشفه قبل ان ينتشر، بس هي عندي وقائع تاليه. هي عباره بانه والله في ناس تعرضوا للحدث وخلصوا، يعني ناس عملوا تعرضوا لمضاعفات، يعني ناس عندهم سكري مثلا وصار قطع لهجم في السكري. استعمال اللي هو الأدوات التعويضية والأجهزة التعويضية عن القدم، هذا يعتبر وقاية تأهيلية. أيضا واحد كبير في السن صار عنده ضعف في السمع، أنا بعطيه سماعة، إذا وقاية تأهيلية. تركيب النظارات ممكن في لحظة من الحالات يعتبر وقاية أيضا تأهيلية. إذا هذا شخص صار عنده مشكلة وأنا بعالج، وصار عنده مضاعفات وأنا بحاول أقلل من هذه المضاعفات بقدر الإمكان على أساس إنه يعيش في المجتمع بشكل صحيح بشكل سليم. زي ما أنتم شايفين أساس الوقاية هي الوقاية الأولية، وهي أكبر عدد من الناس بنعطيهم وقاية أولية. أقل منهم وقاية ثانوية، أقل بكثير هو الوقاية التأهيلية. طبعا كل الناس بيقول عندنا وقاية أولية، طبعا أكيد إحنا كل الأطفال لما بيولدوا بنعطيهم تطعيمات، بعد مدة بصير كل المجتمع ما ياخذ تطعيمات. أكيد هذا الكلام أقل من هيك لما يكون في عندنا الوقاية الثانوية، أقل من هيك لما يكون عندنا الوقاية الأولية، الوقاية الثالثة أو التأهيلية. الموضوع التالي نتكلم عن الوقاية وأنواعها وأمثلتها. الآن هنتكلم عن يعني الاتقاء بالصحة أو health promotion. فكرة الاتقاء بالصحة، لأنه هي الصحة يعني إنجاز شخصي تراكمي، ما حدش بيقدر يعطيك الصحة، أنت لازم تدير بالك على صحتك. صحيح المجتمع مسؤول أو الحكومات مسؤولة بشكل كبير على صحة الفرد، لكن بشكل أساسي الفرد هو المسؤول عن صحته. يجب أن يحافظ على العادات الجيدة ويبتعد عن عادات يعني السيئة. إذا الاتقاء بالصحة هي أن نعلم الناس أسلوب حياة صحي، من حيث مثلا الغذاء الصحي، التمارين، كل أشياء هذه، الابتعاد عن العادات السيئة، كلها. المجتمع عليه بهذا الموضوع أنه يوفر ويجد المعلومات اللي بتساعد الناس أنه يحاولوا يحافظوا على صحتهم، وأنه إحنا المجتمع أنه ينشئ نظام صحي يعني بيحافظ على هؤلاء الناس ويحافظ على يعني صحتهم، وأيضا يركز على تغيير العادات السيئة إلى الضارة إلى عادات صحية. وهذا اسمه التطبيق السهل، هنتكلم عنه بالتفصيل. أحيانا تشريعات إلى أهمية كبيرة في الاتقاء بالصحة، مثلا الحفاظ على الصحة بتم أحيانا عن أنه والله أنا أعمل مخالفات للناس اللي مش ملتزمين بحزام الأمان، أو اللي ما عندهمش قواعد خاصة للأطفال، فهذا أنا بحافظ على صحة هؤلاء الأطفال وهؤلاء الناس. أول اتقاء بالصحة، ولا تتم عملية الاتقاء الصحي إلا بعملية التثقيف الصحي. عملية التثقيف الصحي عملية مهمة، عملية تعليمية تزود الناس بالمعرفة اللازمة حول الصحة. إيش حول الصحة؟ يعني حول الأمراض، أسبابها، أعراضها، وكيفية المعالجة والوقاية. إذا هي عملية تعليمية تزود الناس بالمعرفة اللازمة حول الصحة وأسبابها وأعراض الأمراض وأساليب الوقاية والعلاج، وهي تهدف لتعزيز المواقف الإيجابية. هنشرح إيش معنى كلمة مواقف إيجابية في المحاضرة إن شاء الله. تعزيز المواقف الإيجابية تجاه السلوكيات وغيرها. إذا التثقيف الصحي يعتبر أعمدة، أحد أهم الأعمدة
من أعمدة الرعاية الصحية. لما الإنسان يكون مثقف صحيا بيسهل عليه عملية التعلم، وأيضا بيسهل عليه عملية تغيير السلوك إلى سلوك صحي سليم. أيضا أنت تكون مثقف صحيا، تعرف ما هو ممرض وما غير ممرض، هذا بيخليك ينمي عندك الإحساس بالمسؤولية تجاه صحة المجتمع، ويعني يزيد من المشاركة لحل المشاكل الصحية. مجالات السلوك الصحي أو مجالات التثقيف الصحي مجالات كبيرة جدا جدا، كل ما له علاقة بالنظافة الشخصية والعامة، هذا أيضا تثقيف صحي. لما نتكلم الناس أنه الموضوع التغذوي وإيش يأكلوا وإيش ما يأكلوش، أيضا تثقيف صحي. العد أو طوق انتقال أمراض، تثقيف صحي. السلوك المؤذي والحوادث هذا كله يعني تثقيف، يعتبر تثقيف صحي. هذا مجالات أيضا نمط الحياة والمشي والابتعاد عن الأغذية الجاهزة، هذا أيضا يعتبر تثقيف صحي. ما هي مقومات المتقص؟ هل كل إنسان ممكن أن يكون مثقف صحي؟ طبعا لا، لازم يمتلك العلم والخبرة والوعي. أيضا يجب أن يكون عنده قدرة على التواصل، يعني هناك امتلاك لمهارات التواصل، الصبر، أن يصبر على الناس، أن يكون شخصية قريبة من المجتمع، بيعرف عاداتهم، بيعرف تقاليدهم. أيضا أن يكون هو نفسه قدوة حسنة من خلال ممارسة السلوكيات الصحية الصحيحة. هل أنا أحضر محاضرة معينة مثلا، واحد أي واحد يقول لي تعال تعال يعني ألقي هالمحاضرة، أخذ محاضرة معي وألقيها؟ لا، ممنوع الكلام هذا. يجب أن يكون عندي بعض المعلومات اللي على أساسها أنا بعمل هذه المحاضرات. لازم يكون عارف عادات وتقاليد المجتمع، عارف الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهم، عارف المستوى التعليمي للمجموعة. أكيد أنا لما يكون المجموعة اللي عندي ناس مخلصين جامعات وعملوا محاضرة، أكيد مش ناس زي الناس اللي في الثانوية، مش زي الناس في الإعدادية، مش زي الناس الأميين، أكيد محاضرة هتختلف، يعني اختلاف كامل. العمر والجنس، هل أنا حملها الأطفال أو كبار السن أو شباب أو نساء أو ذكورها؟ طبعا كلها يعني يجب أن أكون عندي المعلومات هذه كاملة عن المجموعة المستهدفة اللي أنا بعملها هذه المحاضرات. المهنة، طبعا إذا كان هم اللي بدي أعملهم محاضرة ممرضين أو زملاء في المهنة، يجب أن يكون يعني المحاضرات مختلفة تماما عن لو كان هؤلاء يعني بل هم يعني عمال أو أساتذة عاديين أو غيره. الحالة الصحية للناس اللي أنا بشوفهم، يجب يكون عارف حالتهم الصحية، هل هم إيش الأمراض اللي ممكن يكون منتشر فيهم، عشان ممكن على أساسها أنا أعمل محاضرتي أو أنوه لمحاضرتي. إذا مفاهيم في التثقيف الصحي. عملية التثقيف الصحي عملية متصلة ومستمرة وتراكمية، يعني لا يستطيع أي واحد ولا بقول بكم فهمش إن أنا الآن مثقف صحيا ولا أحتاج تثقيف صحي. جميعنا نحتاج إلى تثقيف صحي، لأنه مهما وصلت من عملية التثقيف الصحي دائما تحتاج إلى، لأن هي عملية متصلة ومستمرة وتراكمية، وهي ليست عملية يعني سهلة وبسيطة. لأن التثقيف الصحي ليس فقط أني أعرف معلومات هنشوفها كمان شوي، ولكن لازم أن يتغير السلوك اللي عندي من سلوك خاطئ إلى سلوك سليم. إذن وكأنه التثقيف الصحي كأنه هو عبارة عن مثلث متساوي الأضلاع، ضلع بيعتمد على المعرفة أساسي، بعدين المعرفة بتعمل عندي اتجاه وحنشوفه، وبعدين ضلع أخير بتغير في السلوك. إذن أول عملية التثقيف الصحي عملية إيش؟ المعرفة. إن يجب إن الناس تهتم بموضوع الصحة. أنا بدأ أتكلم عن التدخين، إذا بعطي معلومات عن موضوع التدخين. بدأ أتكلم عن موضوع أهمية المشي والرياضة، بعطيهم معلومات عن المشي والرياضة وغيره. إذن أول حاجة لازم يعرفوا بعض المعلومات عن غيره. بعدين هذه المعرفة ستكون عندهم تعزيز للمواقف الإيجابية. لما كل ما أتكلم له أنا وأقول له الدخان عاطل، الدخان غير صحي، كذا كذا، مع المعرفة الجيدة هذا حيتكلم عنده، سيعنده نوع من توجه
واتجاه نحو تعزيز المواقف الايجابيه، ان هو نفسه يحس ان هذا التدخين، يعني حتى لو كان بيدخن، لكن التدخين عاده سيئه ويجب ان يتخلص منها. اذا كان صار عنده معرفه ومعرفه وصار عنده موقف واتجاه، اذا من السهل جدا يصير عنده تغيير في السلوك ويتحول الى سلوك صحي سليم، ويعني ويتعلم كيفيه اتباع هذا السلوك الصحي السليم. بعض المصطلحات الهامه في عمليه التدخين الصحي. الصحه هي حاله من التكامل البدني، اذا تكلمنا خدناها، تكامل بدني ونفسي والعقل والاجتماعي والروحي، وليست مجرد الخلو من المرض او العجز. لما واحد يتكلم عن الصحه ما تتكلمش انه والله واحد مش مريض، لا هذا كلام غلط. تتكلم عن تكامل بين الحاله البدنيه والنفسيه والعقليه والاجتماعيه والروحيه، وليست مجرد الخلو من المرض او العجز. ايش الثقافه الصحيه؟ هي تقديم المعلومات والحقائق الصحيه اللي ترتبط بالصحه والمرض لكافه الناس. في ثقافة صحية معروف، يعني انه انا بعطيك المعلومات، لكن الوعي الصحي هو المام الناس بالمعلومات والحقائق الصحية، وبصير هذه المعلومات تخلي عندهم احساس بالمسؤولية نحو صحتهم وصحة غيرهم. وهي المهم، انه يكون عندنا وعي صحي، اي عندنا معلومات صحية اضافة الى مسؤول احساس بالمسؤولية نحو الصحة، وانه هذه المعلومات الصحية لا تبقى كثقافة صحية فقط. اذا العادة الصحية هي ما يؤديه الفرد بلا تفكير أو شعور، يعني دائما خلاص الإنسان الصبح متعود إنه يفرش أسنانه، هذا أصبحت عادة صحية. متعود إنه يغسل وجهه بالصابون، هذا عادة صحية. بإنه والله يأكل قبل ما يروح على قبل ما يأكل أو كذا بغسل يديه، وبعد الأكل أيضا بغسل يديه، أيضا هذا عادة صحية. بينما الممارسة الصحية هو ما يؤديه الفرد عن قصد نابع من تمسكه بقيم معينة. هو عادة يا جماعة العادة الصحية أقوى من الممارسة الصحية. لما أنا كنت متعود إني أنا أفرش أسناني كل يوم، خلاص حفرش ما بقدرش إلا أفرش يوم. لكن والله أنا لو قلت والله إنه أنا أفرش أسناني مهم، لأنه أنا ببدع السوس وكذا، كويس ممكن أفرش أسناني. لكن ممكن أنا في يوم أو يومين أقول لا، ما هو خلاص مش مشكلة، اليوم بكرة يعني بنضفها مرة تانية. لكن العادة الصحية إذن أقوى من الممارسة الصحية. لكن اكتشف الموضوع بيكون قوي لو تحولت هذه الممارسة وهذا السلوك الصحي إلى عادة صحية. أهداف التثقيف الصحي. أنا في عملية التثقيف الصحي عم بتنشر المفاهيم والمعارف الصحية السليمة في المجتمع. بقول والله التدخين ضار بالصحة، المشي كويس، الاكتشاف البكر للمرض كويس، الابتعاد عن المضادات الحيويه كويس، هذه كلها تدور ايش؟ مفاهيم ومعارف صحيه. ايضا التثقيف الصحي بعرفك اين تكمن مشكلتك الصحيه واحتياجاتك الصحيه. انت بتقرا عن التثقيف الصحي، انا بشرح لك، بتشرح تقرا لحالك عن مرض السكري، بتعرف ايش مشاكله وبتعرف ايش احتياجاتك نحو هذا المرض. ايضا التثقيف الصحي ممكن يخليك يعني ممكن انت لو كنت عندك معلومات عندك تثقيف صحي ممكن يساعدك في حل مشاكل يعني الناس الصحيه باستخدام امكاناته. ايضا في التثقيف الصحي انا بقدر ابني الاتجاهات الصحيه السويه السليمه، يعني يكون عندي نوع من يعني اعرف يعني وفي التزام، عارف انه العادات ايش العادات السيئه وايش العادات الصحيحه، يكون في نوع من الالتزام والمسؤوليه نحو هذا العادات. في النهاية التثقيف الصحي هو ترسيخ السلوك الصحي السليم وتغيير الخاطئ إلى سلوك. ما فيش حاجة اسمها تثقيف صحي إن لم تتغير العادة. مستحيل واحد يقول لك والله أنا يعني أنا بدخن وأنا مثقف صحيا عن التدخين وعارف أضاره. أنت مش مثقف. لو أنك مثقف صحيا عن صحيا أو مثقف في موضوع التدخين كان ابتعدت عن موضوع التدخين. انا والله عارف عن المثقف صحيا، عارف اهميه المشي والجواي وممارسه الرياضه، ماشي بتمارس ولا لا؟ ما تمارسش اذا انت غير مثقف صحيا في موضوع ممارسه الرياضه واهميتها. الهدف النهائي، تصور لو الناس كلها مثقف صحيا ايش حيصير عنها؟ اكيد لانه الناس كلها تاخذ العادات الصحيه السليمه وتبتعد عن العادات الغير سليمه،
غير صحية. إذن حننتج تحسين الصحة على مستوى الفرد والمجتمع، خفض حدوث الأمراض. أكيد لما كل الناس عارفة فبزيت إيديه، بفرش أسنانه، بيلعب رياضة، أكيد أكيد خفض حدوث الأمراض، خفض العقاد وفيات نفس الشيء، وبصير حياة الفرد أحسن والمجتمع بصير حياته أحسن. متى يتم التثقيف الصحي؟ في أي وقت، لكن في أي وقت أنت بتشوفه ملائم، في أي وقت، لكن أنت في أي وقت بتشوفه ملائم، في أي مكان، لكن في أي مكان أيضا أنت تراه ملائم. من هو المستهدف في التثقيف الصحي؟ كل إنسان فينا يحتاج إلى عملية تثقيف صحي، وكل إنسان فينا يعني دائما يحتاج عملية تثقيف صحي، ودائما لأنه يقولنا عملية تثقيف صحي إيش عملية؟ عملية تراكمية ومتواصلة. أي إنسان يقول لك أنا خلص تثقفت صحيا، إذا هو هذا الشخص غير مثقف. إذا في عندي عناصر وقتها يمكن قبل ذلك، عناصر التثقيف الصحي تعتمد على عملية التثقيف الصحي، على رسالة وموصل ومستقبل وقناة اتصال. إذا عندي المستقبل طبعا هو المستهدف، الرسالة هي المعلومات والمعارف اللي أنا اللي بدي العادة الصحية اللي بتكلم عنها، الموصل الشخص اللي بتكلم موضوع هذا وهو المثقف الصحي، المستقبل هو الشخص المستهدف التثقيف الصحي، قناة الاتصال هي الطريقة اللي تتم بها عملية التثقيف الصحي. لكي تكون عملية التثقيف الصحي فاعلة ومؤثرة، أول حاجة إيش الرسالة تكون؟ رسالة صحية. رسالة صحية طبعاً تكون معلومة صحيحة، مش أنا سمع لي كلمتين في الراديو والتلفزيون ولا حاجة، هذا الكورونا عبارة عن مؤامرة، أصير يعني أقول والله سمعتها التلفزيون. لا، يجب أن تكون معلومة صحيحة واضحة ومفهومة وفي مستوى المتلقي ومشوقة وتحقق الهدف المنشود. المثقف الصحي يجب أن تكون لديه المعرفة والمعلومة الأقل في الموضوع لأنه هو بده يثقف فيه، ولازم عنده قدرة، تكلمنا عن الإمكانيات، أنه قدرة أنه يقدر يوصل هالمعلومة ويكون مقتنع بشكل أو بآخر ومؤمن برسالة اللي ينوي يرسلها. يعني مستحيل، عشان هيك أنت أبو بدخن وبتكلم مع ابنه انه ما يدخنش وانه تدخين الاضرار، اكيد هذا مش حتوصل لرساله وحتفشل وايضا الولد حيدخن مره ثانيه، لانه المثقف الصحي في المرحله ما كانش مؤمن بالرساله اللي بينوي اتصالها. المستهدف بالتثقيف الصحي، قلنا المستهدف بالتثقيف لازم معرفته، معرفه ثقافته عشان اعطيه المعلومات اللي بيحتاجها، لازم نحدد درجه فهمه ثقافته، وانه هو لازم يحاول يعني يكون عنده رغبه في التغيير يعني والتركيز. اي واحد ما عندوش رغبه في التركيز حتى لو تكلمنا عن تدخين 20 ساعه بدوش يبطل، انسى الموضوع. هو لو انت حاسه ممكن يسمع الكلام بتكلم، لكن اذا كان هو عنده كل كلامك على الفاضي، اذا لازم يكون في عنده يعني رغبه في التغيير، وايضا انا بشوف ايش حالته الصحيه وبركز عليها. ما هي الوسائل تثقيف صحي؟ قلنا في كثير من الوسائل، قد تكون محاضرة، تلفزيون، راديو، مقابلات، ندوات، محاضرات، مؤتمرات، هذه كل المقابلات، الندوات، المحاضرات، مؤتمرات، هذه كلها وسائل مسموعة. وسائل مقروءة زي الآن، وسائل جوال، النشرات، كتيبات، ملصقات، معارض، ممكن سبورة، وسائل مسموعة ومرئية زي التلفزيون، الفيديو، الأقراص المدمعة. لكن بنأكد بأن المقابلات أو الندوات أو المحاضرات أو المؤتمرات تكون لها قوة فعالية أكبر في التأثير على المستهدف. ليش؟ لأنه هنا المستهدف الشخص اللي بيسمع يكون شخص يعني ممكن إيجابي، يعني يستطيع أن يسأل، يستطيع أن يسمع، فهو مش زي اللي قاعد على التلفزيون أو مش قاعد زي اللي بيقرأ في جريدة. إذن تغيير السلوك الصحي يا جماعة الخير، عملية تغيير عملية معقدة جدا، عملية تغيير السلوك الصحي عملية معقدة جدا. على هذا الأساس
انه عشان نغير هذه العادة يعني لازم بتمر بمراحل كثيرة وصعبة، لأن التثقيف الصحي قلنا عبارة عن عملية متصلة مستمرة وتراكمية، يعني في النهاية يجب أن تغير سلوك الأفراد والمجتمع. إن لم نستطيع أن نغير سلوك الأفراد والمجتمع فلا نعتبر أن هذا عبارة عن يعني تثقيف صحي، ولم ينجح عملية التثقيف الصحي. أول مرحلة من مراحل التثقيف الصحي هي مرحلة الوعي، وهي مرحلة الإلمام بالمعلومات والحقائق الصحية. أول حاجة بيعرف هذا الشخص عن إيش يتكلم، عن مدى حجم المشكلة، عن أيضا الاهتمام، مرحلتين الاهتمام، وهي المرحلة اللي بيصير فيها الفرد بيبدأ يهتم. والله يتكلم عن التدخين، والتدخين بيضر بالصحة، وفلوس وحرام وكراهة تحريمية، ببدأ أهتم. بعدين ببدأ أقتنع، ببدأ عملية أخيم، والله أنا أدخن، بدل أدخن يعني يوم كل يوم أدخن يوم بعد يوم، أو بدل ما أدخل باكيت أدخن 10 سجاير أو 5 سجاير، بدل أنا يعني بدي أمشي، بدل ما أمشي كل يوم أمشي يوم بعد يوم، هذا عملية تقييم لهذه العادة. أيضا بيبدأ هذه المحاولة، بده يحاول شخص إنه يبطل عن عملية التقييم. طبعا في عملية التقييم هو أيضا بيوازن بين السلبيات والإيجابيات، لسه لما احنا في مخ قاعدين في عملية التقييم، هو احنا لسه في مخ قاعدين، لسه بوازن أبطل وما أبطلش. يعني مثلا التدخين بقول التدخين بيعمل سمنة، لا أنا يصير عندي سمنة، لا خليني أدخن أحسن ما يصير عندي سمنة. مثلا ببدأ يوازن بين السلبيات والإيجابيات، بعدين ببدأ يحاول زي ما تكلمنا، وفي النهاية يعني بإذن الله يعني المحاولة هذه تنتهي بعملية اقتناع، اقتناع كامل. طبعا هذه المراحل مش بها درجة، مش ليس بالضرورة من التتابع، هذا التتابع لكن ممكن تدخل مع بعضها زي ما تكلمنا في مرحلة يعني المحاولة وعملية التقييم. ايش رايكم بالتثقيف عبر الانترنت؟ الانترنت مليء بالاشياء الجيده والغير جيده، ولذلك يعني ان الانترنت مليان 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 بما تعنيه الكلمه من معلومات، والانترنت يعتبر مصدر ممتاز لعمليه التثقيف الصحي. لكن الاهم ان نبحث عن مواقع معتمده، مواقع صحيحة، ما نبحثش عن الـ يعني الـ أي واحد بيكتب، لأنه هي أحيانا في ناس بتخبص كتير زي المنتديات أو غيرها. نتكلم عن مواقع وزارة الصحة، عن مواقع أطباء معروفين، وهذه هي المواقع اللي ممكن نأخذ منها المعلومات.